أهلا بكم أحباء المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم في حلقة أخرى جديدة من برنامج فكر المسيح موضوع حلقة اليوم كرسي المسيح بين الامتياز والمسؤولية ربما عزيز المشاهد الكريم تتساءل ما المقصود بالتعبير الكتابي كرسي المسيح وهل المسيح له كرسي ومتى سيجلس عليه وماذا يفعل عندما يجلس على هذا الكرسي. كرسي المسيح بين الامتياز والمسؤوليه. عزيزي المشاهد الكريم، في حلقه اليوم سنتناول ماذا سيحدث في الابديه. كل تقريبا حديثنا سيتم او سيكون عن الابديه اللي بيطلق عليها في اللاهوت علم الاخرويات. الامور المرتبطه بالاخره، بالابديه. لكن عزيز المشاهد الكريم عليك ان تدرك ان ما سيحدث لك في الابديه من شقاء وعناء او تمتع وهناء يتوقف على الارض بمعنى انت الذي ستحدد بمحض ارادتك قبولك للرب يسوع المسيح من عدمه وبالتالي اذا قبلت ربنا يسوع المسيح سيتحقق فيك قول المرنم وسعاده ابديه كما قال الكتاب هنا في عيشه هنيه وهناك في بيت الاب وعلى العكس تماما ان رفضت او اجلت او ضاعت منك الفرصه للابد بكل اسف ايضا سيتحقق في قول المرنم شقا شقاء هنا وهناك ان عشت في خطاياك مصيرك الهلاك لما يسوع يجي لكن المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين وللأسف الشديد الخاطي يظل حزين لما يسوع يجي عزيز المشاهد الكريم عندما يأتي ربنا يسوع المسيح لاختطاف الكنيسة سيحدث ما سأتحدث عنه اليوم إني أبني كل حديثي على كلمة الله عزيز المشاهد الكريم إن شعارنا في هذا البرنامج لأنه ماذا يقول الكتاب ماذا يقول الكتاب إذا نحن نبني كل أفكارنا وكل معتقداتنا وكل تأملاتنا وكل أراءنا على ماذا يقول الكتاب أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة ستتبادر إلى ذهنك من خلال حلقة اليوم يمكنك أثناء الحلقة أن تتصل بنا على التليفونات التي تظهر أمامك على الشاشة يمكنك الاتصال في اي وقت لتقديم سؤال، اما اذا كان الاتصال لتقديم ملاحظه او تعليق او اضافه فانا افضل ان يكون في النصف الثاني من الحلقه، اي بعد مرور حوالي 30 دقيقه من الان، يمكنك ان تبدا الاتصال وتشاركنا بارائك وافكارك وتاملاتك سواء اضافه او تعليق او استفسار عن ماذا سنقدمه في حلقه اليوم. عزيزي المشاهد الكريم، في البدايه لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا. في حاجه اسمها او مصطلحات كتابيه، يمكن النهارده هقدم بنعمه الرب كم كبير جدا من المصطلحات الكتابيه، اسبق الاحداث واقول لكم بعض المصطلحات الكتابيه المختلفه التي ساقدمها عباره عن مقارنات، هبدا اولا بالحديث عن ما الفارق بين عرش النعمة والعرش العظيم الأبيض؟ في فرق بين عرش النعمة والعرش العظيم الأبيض. إيه عزيزي المشاهد الكريم إذا قرأت الرسالة إلى العبرانيين اصحى أربعة هتلقى في عرش اسمه عرش النعمة. بينما إذا قرأت سفر الرؤية اصحى 20 ستجد عرشاً آخر اسمه العرش العظيم الأبيض. هل عرش النعمة هو نفسه العرش العظيم الأبيض؟ الحقيقة لا هشرح بعد قليل ما هو الفارق بين عرش النعمة والعرش العظيم الأبيض أيضا في حاجة مهمة جدا اسمها كرسي المسيح عزيز المشاهد الكريم إن أمتع اللحظات التي ينتظرها كل مؤمن عندما يقف أمام كرسي المسيح لنوال المكافأة عزيزي المشاهد الكريم ربما ايضا تتوق الى لحظه اسمها الظهور عندما تجثو لاسم يسوع كل ركبة ممن في السماء الملائكة ومن على الارض البشر ومن تحت الارض الشياطين ويعترف كل انسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الآب. عزيزي المشاهد الكريم اذا هعمل مقارنة بين اولا عرش النعمة ثانيا العرش العظيم الأبيض ثالثا كرسي المسيح دول الأساسيين لكن بعد كده في حاجة اسمها عرش المسيح وحاجة أخرى اسمها عرش الآب ربما أتحدث سريعا عن الفارق بين عرش المسيح وعرش الآب وهذا الحديث ورد في سفر الرؤيا أصح ثلاثة الرب له كل المجد قال أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي بعد كلمة معي مباشرة تحدث المسيح له المجد عن عرشه وعن عرش أبيه وما الفارق بينهما بعدها أتكلم مع حضراتكم عن القيامة الأولى طبعا إيه الفرق بين القيامة الأولى وقيامة الدينونة اللي احنا نقدر نسميها القيامة الثانية عزيزي المشاهد الكريم الرب قال له المجد مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى وطالما قال المسيح له المجد أن في قيامة أولى يبقى بالطبع في قيامة ثانية لم يرد بحصر اللفظ المصطلح القيامة الثانية لكن ورد التعبير قيامة الدينونة إذن عندنا القيامة الأولى ثم في حاجة اسمها قيامة الدينونة الفارق بين القيامة الأولى وقيامه الدينونه وطالما اتكلمنا عن القيامه الاولى يبقى نتكلم عن الولاده الثانيه في حاجه اسمها الولاده الثانيه في حاجه اسمها الموت الثاني الموت الثاني في سفر الرؤيا بعد ان يطرح الشيطان ويطرح الموت ويطرح الاشرار معهما في بحيره النار المتقده البحيره المتقده بالنار والكبريت يق الروح القدس يقول تعليق هذا هو الموت الثاني ايه الموت الثاني وكيف تنجو من الموت الثاني طبعا الحل بالولادة الثانية يبقى عندنا مصطلحين كل منهما مرتبط بكلمة الثاني الولادة الثانية ثم الموت الثاني برضو هعمل مقارنة بينهما أيضا في دينونة الأموات ودينونة الأحياء أو بالترتيب الزمني دينونة الأحياء ثم دينونة الأموات عزيز المشاهد الكريم قبل ما أقول عن دينونة الأمو... الأحياء في متى 25 ثم دينونة الأموات في سفر الرؤيا أصح 20 عايز أوضح أنه لازم تستبعد تماما من فكرك من ذهنك فكرة القيامة العامة ما فيش حاجة أبدا في الكتاب اسمها القيامة العامة ناس كتيرة جدا تقول يا احنا في الايام الاخيرة القيامة قربت تقوم الكلام ده للأسف مش مضبوط مفيش حاجة اسمها القيامة العامة مفيش حاجة اسمها انه لما يجي يوم القيامة الله يخلي كل الناس تموت هيبقى طبعا في ناس اوريدي ماتت وفي ناس لسه عايشة الناس فاهمة انه لما يجي الله يقرر النهاردة يوم القيامة الناس اللي ماتت اهي ماتت خلاص والناس الاحياء ربنا يقول لهم موت 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 يبقى كله مات وبعد كده بقى يروح يقول قوموا للناس كلها الاموات والاحياء ويعمل بقى دينونه عامه لكل الناس وكل واحد بقى هو و... وميزان حسناته و... وسيئاته ويتحدد المصير الكلام ده عار تماما من الصحه هذا الكلام لا اساس له اطلاقا في الكتاب المقدس ما فيش حاجه اسمها قيامه عامه في مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى الكتاب قال كده الرب يسوع شخصيا هو اللي قال كده مبارك يعني طوبه كلمه مبارك دي هي نفسها كلمه طوبه مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى عزيزي المشاهد الكريم في القيامه الاولى وفي قيامه الدينونه في قيامه الابرار وفي قيامه الاشرار في دينونه الاموات وفي دينونه الاحياء في مصطلحات كثيره جدا طبعا في حاجه مهمه جدا اسمها يوم المسيح يمكن تقرا في الكتاب تلقى يوم المسيح يعني ايه يوم المسيح في اصطلاح تاني اسمه يوم الرب وهل يوم المسيح هو يوم الرب واحد يقول مش المسيح هو الرب يبقى اذا يوم المسيح هو يوم الرب لا ده خلط للامور ده عدم ادراك للمكتوب يوم المسيح غير يوم الرب في حاجه ثالثه اسمها يوم الله يعني ايه يوم الله هشرح برضو لحضراتكم في هذه الحلقه ايضا ما هو الفارق بين يوم المسيح ثانيًا يوم الرب، ثالثًا يوم الله. أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة ستتبادر إلى أذهانكم. نرحب أيضًا بهذه الأسئلة والاستفسارات. أعدكم أعزائي المشاهدين أن أقدم هذا الحق الكتابي كعادتي بمنتهى السلاسة، بمنتهى البساطة. ربما آه الآن تجد أننا أمام مصطلحات كثيرة لكن بنعمه الرب هذه المصطلحات الكثيره والمتشابكه بنعمه الله سنفسر كلمه الحق بالاستقامه وفي نفس الوقت بسلاسه وبساطه. عزيزي المشاهد الكريم ايضا ساتحدث معكم في حلقه اليوم عن امتحان النار والنار الابديه. المؤمنين عندما يقفوا امام كرسي المسيح هتمتحن الأعمال الخدمات اللي قدموها يعني مثلا المشاهد ال الذي شاهدني الآن أمامه العبد الضعيف الذي يتحدث إليكم يقدم خدمة لله من خلف الكاميرات في المخرج وفي المهندس الصوت وفي الإخوة والأخوات اللي بيستقبلوا الاتصالات ثم يحولوها وفي عدد كبير جدا من اللي بيعملوا في اعمال الاداره والسكرتاريا في كم كبير بيخدم وفي طبعا رعاة اسس وفي مبشرين في معلمين في مدبرين في خدمات كثيره جدا في المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور المعطي فبسخاء كل واحد على قد موهبته ووزنته بيخدم الرب. لما يجي بقى نقف كمؤمنين قدام كرسي المسيح على أي اساس ربنا هيدي الاكاليل ما هي المقاييس الإلهية لنوال الاكاليل السماوية هل الاكثر شهرة ياخذ اكاليل أكثر من الاقل شهرة هل الذي تسلط الأضواء عليه يأخذ أكثر من الذي يعمل خلف الستار الحقيقة الشهرة مش هو المقياس. وأنا عايز أقول كمان الثمر مش هو المقياس. وعايز أقول النجاح مش هو المقياس. لكن الله له مقاييس مواصفات مقاييس إلهية لنوال الأكاليل السماوية. سأقدم لحضراتكم المقاييس الإلهية لنوال الأكاليل السماوية وهي هختصرها في أربعة مقاييس. بعدها سيقدم الرب اكاليل والاكاليل ايضا ساختصرها الى اربعه انواع من الاكاليل، في اكليل اسمه اكليل الحياه، مين ياخذ اكليل الحياه؟ اثنين في اكليل اسمه اكليل البر، مين ياخذ اكليل البر؟ في اكليل ثالث اسمه اكليل الفرح، مين ياخذ اكليل الفرح؟ واخيرا في اكليل اسمه اكليل المجد. مين اللي من حقه ياخذ اكليل المجد؟ عزيزي المشاهد الكريم إن كنت أمينا مع نفسك أمام الله وأنت تشاهدني أنا أستطيع أن أقول أنك يمكن أن تحدد من الآن ما إذا كنت ستحصل على أكليل أم لا بل إني أيضا أستطيع أن أقول يمكنك أن تحدد من الآن نوع الإكليل اللي هتاخده لأنك هتعرف اسم الإكليل ومن هو المستحق لهذا الإكليل بس طبعاً في شرطين الشرط الأول إنك تكون مؤمن بالرب يسوع المسيح قبلته مخلصاً شخصياً لحياتك وإلا الموضوع هيتقلب خالص والقصة تختلف وتقف قدام العرش العظيم الأبيض وتبقى مأساة أو قلب الحري مصيبة سوداء لكن مش بس تكون قبلت الرب مخلص شخص لحياتك لكن كمان لازم تكون عندك المواصفات اللي بيتطلبها الله المواصفات الإلهية لنوال الأكاليل السماوية. في نهاية الحلقة سأختم بسؤال ما فائدة أن نأخذ أكاليل؟ طالما سنطرحها ما هو واحد يقول أنا كده كده الأكاليل اللي هاخدها هاطرحها عند أقدام الرب وبالتالي مثلا بولس خدم وجاهد وهياخد أكاليل ومثلا أنا لم أخدم وأجاهد مش هاخد أكاليل بولس هياخد الاكاليل ويطرحها وانا طبيعي مش هياخد يبقى احنا الاثنين تساوينا الحقيقه لا لا مفيش حاجه اسمها هنطرح هذه الاكاليل عزيزي المشاهد الكريم الاكاليل اللي هناخدها نتيجه المكافآت لن تطرح الى الابد الاكليل اللي هيطرح هو الاكليل العام اللي بياخدوه المؤمنين لحظه وصولهم للسماء وده هشرحه بنعمه الرب في نهايه الحلقه بس بهذه المقدمة نقدم لحضراتكم الخطوط العريضة التي سأتحدث عنها في حلقة اليوم تحت عنوان كرسي المسيح بين الامتياز والمسؤولية أبدأ الآن بتعريف الفارق بين عرش النعمة العرش العظيم الأبيض كرسي المسيح أولاً كل هذه المصطلحات من الكتاب دي مش من نسج الخيال أو مش تفسير خاص لا ده من الكتاب المقدس مباشره عرش النعمه في الرساله الى العبرانيين اصح اربعه العرش العظيم الابيض في سفر الرؤيه اصح عشرين كرسي المسيح او كرسي المسيح في رساله بولس الرسول الثانيه الى اهل كورنثوس الاصح الخامس اذن هذه المصطلحات من الكتاب المقدس ثانيا عرش النعمه هو المكان الذي يدخل اليه المؤمن عندما يصلي فلنتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه نجد نعمه عونا في حينه كل يوم المؤمن عندما يدخل مخدعه ويغلق بابه هو كده دخل الى عرش النعمه ليه سماه الكتاب عرش النعمه لان الله يقبلني على اساس النعمه لإني أنا ماليش حق. أنا ماليش دلالة. أنا ماليش إنجاز التعبير وش أدخل بيه لله وأقول له ليس لنا يا رب ليس لنا. إحنا ما عندناش إمكانية ندخل إلى محضر الله. أقول له كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك. هل تدخل يوميًا إلى عرش النعمة؟ عزيزي المشاهد الكريم وانت داخل عرش النعمة اول حاجة هتقابلك ننال رحمة هتقابلك الرحمة اول حاجة تقابلك الرحمة اتنين بعدها النعمة وانت ماشي هتاخد حاجة اسمها المعونة وانت داخل تقابلك الرحمة تقول لك انا سارفع عنك كل عقاب انت تستحقه ده تعريف الرحمة رفع عقاب انا استحق أما النعمة تقول لي هدي لك إحسانات لا تستحقها الرحمة تشيل النكبات والنعمة تدي الإحسانات وأنا ماشي المعونة الماني بوكت أو المصروف اليومي بتاعي يدهولي الرب يقول لي هدي لك عونا في حينه معونة ده بالنسبة لعرش النعمة طبعا الخاطي ما يعرفش الطريق لعرش النعمة وللأسف بعض المؤمنين ضلت اقدامهم هذا الطريق عزيزي المشاهد الكريم ما احلى الوجود في عرش النعمه تستمتع بهذه الجلسه تاخذ نعمه ورحمه وعون بعد ما تنتهي حياه المؤمن هنا ويستمتع يوميا بعرش النعمه هيقف مره واحده بس قدام كرسي المسيح قدام كرسي المسيح هيقف لنوال المكافاه متى سيقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال المكافأة بعد الاختطاف بسبع سنوات. طيب ليه بعد الاختطاف بسبع سنوات؟ لأن في السبع سنوات دول هتحصل فيهم عدة أحداث تحصل فيهم الضيقة العظيمة والضيقة العظيمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه مبتدأ الأوجاع والقسم الثاني القسم الثاني اسمه الضيقة العظيمة. الكتاب المقدس ذكر الضيقة العظيمة مبتدأ الأوجاع والضيقه العظيمه ذكرها بالسنوات زمان وزمانين ونصف زمان يعني ايه زمان وزمانين ونصف زمان زمان يعني سنه الرب قال لابراهيم وساره نحو زمان الحياه اعود ويكون لساره ابن زمان يعني سنه فلما يقول الكتاب زمان ادي سنه زمانين يبقى كده سنتين يبقى المجموع ثلاث سنين ونصف زمان يبقى ثلاث سنين ونصف ذكرهم الكتاب ايضا بالاشهر 42 شهر 12 في 3 ب 36 زائد 6 يبقى 42 شهر. ذكرهم الكتاب ايضا بالايام 1260 يوم. بعد ما تنتهي فتره الضيقه العظيمه هيبقى في بقى الظهور الرب له كل المجد سيظهر ب على جبل الزيتون بالمجد والكرامه. لكن آه قبل هذا الظهور مباشره في حادثه هامه جدا اللي هي حادثه وقوف المؤمنين امام كرسي المسيح لنوال المكافاه مؤمن مؤمن يمر ويقف قدام كرسي المسيح طبعا ما فيش دينونه ليه ما فيش دينونه لاننا وصلنا السماء ليه ما فيش دينونه لان الكتاب يقول اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع خلاص ما في عقاب ما في حساب، ما فيش دينونة، وصلنا السماء، يقف كل مؤمن على انفراد مش علشان يدان لكن علشان يقدم حساب علشان ينال المكافأة. كل واحد هيجي بالخدمات اللي قدمها سواء كبيرة قليلة، خدمات ظاهرة أو باطنة، في السر أو في العلن، خدمات نالت مدح ومجد من الناس أو لا والرب هيمتحنها بالنار وده اللي قاله الكتاب المقدس في رساله بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح الثالث قال ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا فضه حجاره كريمه خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم اللي هو يوم الوقوف امام كرسي المسيح سيبينه لانه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجره مكافاه اجره هنا معناها مش ويج معناها ريورد مكافاه إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. واحد داخل بكم كبير من الخدمات بشبهها مثلا بجمل مليان قش وأول ما يمتحن بالنار كله يتحرق، الخشب هيتحرق العشب هيتحرق والقش هيتحرق، إيه اللي هيتبقى؟ الذهب والفضة والحجارة الكريمة. وهنا هنشوف المقاييس الإلهية إلا الله هيحكم بيها عليا اذا كان الذهب والفضه والحجاره الكريمه ده, ده الاساس اللي انا انا ببني على المسيح و و وخدمتي عباره عن ذهب خدمتي عباره عن فضه خدمتي عباره عن حجاره كريمه ولا هي خشب وقش وعشب هشرح لحضراتكم التفصيلات بعد هذا الاتصال اهلا وسهلا اهلا معاك اهلا بيك يا جناب الاسيس رافت ربنا يباركك يا حبيبي، أنا مستمع للموضوع والموضوع شيق وجميل وممتع، الحقيقة أنا هقول حاجة مهمة جدا حوالين وقوف المؤمنين قدام كرسي المسيح لأن ده أمر مرات كتير بيبقى مقاييسه مش واضحة في الأذهان، والكتاب الحقيقة بيوضح إنه إزاي يكون المؤمن في حالة نقوة ونقاء وتقوى حقيقية فيستطيع أن يكون قدام كرسي المسيح له المكافئات والإكرام لكن هو الأربع نقاط سريعا للتقييم ضمن التقييم أمام كرسي المسيح أول أمر مهم للغاية هو طبيعة القلب هل القلب نقي ومستقيم أم قلب مليان بالشرور مليان بالحسد مليان بالمخاصمات مليان بالعراك وقد نستغرب انه احنا بنتكلم على مؤمنين اه لكن في مؤمنين بيبقى قلوبهم ليست نقية وليست مستقيمة مع أنهم مؤمنين اختبروا محبة المسيح لكنهم يعيشون بإيمان جسدي إيمان لا يثمر إيمان مظهري رغم اختبار المسيح لكنهم تضعف شديد أقرب إلى منهم إلى المؤمنين الحقيقيين رغم أنهم قد اغتسلوا بدمه لكنهم لم يعيشوا له في حياة نقية ومستقيمة ومقدسة فأول أمر خطير للغاية طبيعة قلب هذا المؤمن عندما يقف أمام كرسي المسيح طبيعة قلبه كان حياته معظمها أو كلها كان قلبه شكله إيه الأمر الثاني طبيعة الخدمة الحقيقة أن الناس تبحث كثير قوي عن الخدمات المنبرية وتعتقد أن الخدمات المنبرية زي ما حضرتك قلت من شوية مثلا زي الخدمات الميديا في حضرتك وناس كثيرين بيقفوا أمام الكاميرات لكن هناك كثيرين يقومون بخدمات مختفيه زي ما حضرتك قلت برضه للشهره للثمر للنجاح فطبيعه الخدمه ان ازاي تكون في خدمه بترضيه هي ان يكون الواحد بيقدم الخدمه وهو مقتنع ان هذه الخدمه هي ما يجب ان يكون لارضاء الرب ومحبه الرب لان مرات كتير يبقى الواحد بيقوم بالخدمه متضرر او متذكّر او كانه موظف رايح شغله ومش عايز يقوم بعمله لكن مضطر يروح شغله. فالاضطرار او القهر او ان الواحد يشعر بان يفعل امرا ليس مستحبا لديه هذا امر لا يمكن ان يكون بيرضي الرب الخدمه لازم تكون ليها طبيعه حب للخدمه واستمتاع حقيقي بالقيام بها الامر الثالث المهم جدا موثق التخصص كل واحد ليه تخصص زي ما التخصصات الزمنيه موجوده طبيب مهندس محاسب في تخصص محدد الله بيديه الله بدي مواهب متعددة آه لكن هناك تخصص مهم أن أمارسه حتى أستطيع أن أستثمر حياتي لمجد المسيح كل واحد يستطيع أن يمتحن نفسه ويختبر ما هو تخصصه الذي أعطاه له الرب الأمر الرابع أن إحنا يجب أن نقدم الحياة قبل الخدمة الحياة قبل الخدمة الحياة قبل الكلام الكلام كتير لكن المهم الحياة نفسها تكون بتشهد قبل أن تفتح سمك بأي كلمة ربنا يبارك حياتك حبيبي ويبارك البرنامج المجد اسمه والنهارده يكون استمتاع الكثيرين أمين أمين شكرا لحضرتك يا جناب الأسيس رأفت على إيه هذه المشاركة المباركة من خلال المقاييس الإلهية اللي بيحطها الله لنوال الأكاليل السماوية أنا سأصيد الكلام اللي قاله جناب الفاضل أسيس رأفت بالمقاييس الالهيه انا صغتهم وانا بستعد لحلقه اليوم في اربعه افكار وحطيتهم في بطريقه سهله فيهم موسيقى سمعيه يعني اللي بيسموه في العربي القافيه علشان نقدر نحفظهم بطريقه سهله. دلوقتي ناس كثيره بتخدم لما ييجي ناخد المكافاه هتبقى على اساس ايه؟ الله يقيم على اي اساس؟ طبعا بنستبعد تماما الشهره مش مقياس النجاح لان ممكن تخدم ولا تنجح وتبقى بتمجد الله نوح كرز نوح كرز نقول ايه 100 سنه 120 سنه نوح كرز لكن للاسف الشديد ولا واحد قبل كرازته لكن اعتبروا الكتاب المقدس كارزا للبر اذا وممكن تكون خدمتك مش رائحه حياه لحياه لكن تبقى رائحه موت لموت فمش لازم الثمر او النجاح يكون هو المقياس لكن المقاييس الالهيه اربعه اولا استخدام الوزنات من فضلك احفظ المقاييس استخدام الوزنات كل واحد فينا حباه الله بوزنات وعطايا ومواهب وامكانيات استخدمت هذه الوزنات ام طمرتها الرب يسوع المسيح لما بيتكلم عن المثل اللي اتكلم فيه عن الوزنات اختار ثلاثة وقال واحد عنده خمس وزنات والتاني عنده وزنتين والتالت عنده وزنة اللي عنده خمس وزنات ربح خمسة نسبة النجاح مية في اللي عنده اتنين ربح اتنين يبقى النسبة برضه مية في اللي عنده وزنة طمرها ليست العبرة في عدد الوزنات لكن العبرة في الاستخدام في أنك تقدم تستخدم ما أعطاك الله إذا لما الرب له كل المجد وإحنا واقفين قدام كرسي المسيح هيقول لك هل استخدمت هذه الوزنات؟ ممكن تبقى مواهب روحية مواهب اديتك مثلا موهبة الوعظ هل شجعت بها الآخرين؟ كلمة وعظ يعني تشجيع اتنين اديتك موهبة رعاية هل سألت وزرت وافتقدت كل مطرود ومجروح وعان وسقيم ديتك مثلا موهبة إنك تبقى مدبر هل كنت تستخدم هذه الموهبة باجتهاد؟ ده بالنسبة وطبعا في رعاية وتدبير ووعظ وتبشير مواهب لكن في كمان بالإضافة للمواهب إمكانيات اديتك أولاد وبنات هل ربيتهم في مخافة الله؟ اديتك يا حنة ولد اسمه صموئيل هل طلع كاهن وخادم للرب ونبي اديتك يا زكريا وأليصابات ابن اسمه يوحنا هل طلع نذير ونبي لله وفي نفس الوقت اديتك اموال هل استخدمتها لمجدي اذا سيبقى حساب المؤمنين قدام كرسي المسيح بالدرجه الاولى رقم واحد هيبقى على استخدام الوزنات. هيقول لك الرب اعطي حساب وكالتك، اديتك وقت. اديتك عمر. اديتك عشرات السنين. اديتك سيارات وعقارات واموال. هل استخدمتها لمجدي؟ اديتك عياده كطبيب، اديتك مكتب كمحامي. اديتك شركه كرجل اعمال. هل استثمرت واستخدمت هذه الامكانيات لمجدي اديتك بيت في حجرات زائده هل استضفت فيها الغرباء اذا هيبقى المقياس الاول من مقاييس المكافاه المقاييس الالهيه لنوال الاكاليل السماويه رقم واحد استخدام الوزنات اثنين الامانه والتضحيات الامانه والتضحيات طبعا الامانه شق والتضحيات شق اخر الامانه يعني لازم تبقى في المكان اللي الرب عايزك فيه يظن البعض ان من يخدم في القريه سيكافا اكثر ممن يخدم في قاره قريه وقاره نجع بسيط وعاصمه كبيره عزيزي المشاهد الكريم ليست العبره بان مكان خدمتك قريه او عاصمه لا وليست العبره اذا كنت بترعى كنيسه فيها الاف او بترعى مجموعه صغيره من الافراد العبره مش بالكم العبره بالامانه انت ربنا عايزك فين ربنا عايزك فين الرب ليه سلطان يقول لهذا اذهب فيذهب ولهذا ايتي فياتي ولعبدي هذا افعل هذا فيفعل فالمهم مش انا بخدم قد ايه لا المهم انا بخدم طبقا للمشيئه الالهيه في فتره من الفترات اراحني الرب انا شخصيا على أن اقعد فتره قدام الرب في حاله من الاستمتاع به واعتذر تماما عن كل الخدمات وخدت وقت طويل في هذا الوقت ومرات كنت بكسر هذه القاعده واخدم كنت بشعر بحزن شديد وكان في صوت داخلي اكاد اسمعه الرب يقول لي انا ساعطيك مكافاه على الخدمة اللي مش هتخدمها مش الخدمة اللي هتخدمها يعني غريبة جدا المفروض تكافئ على الخدمة اللي هتخدمها مش تكافئ على انك تعتذر لكن المنطق الالهي مش في الخدمة المنطق الالهي انك تطيع تطيع سيدي ماذا تريد اهدني حيث تريد انني لست اريد غير فعل ما تريد الامانة والتضحيات آه أكمل بعد شوية باقي المقاييس الإلهية لكن مش عايز أسيب الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات على التليفون كتير إيه كتر خيرهم إنهم بيشاركوا معنا فعشان كده أخذ هذا الاتصال ثم أستكمل حديثي. ألو. ألو السلام مع أخونا عادل. أهلا وسهلا. لوراند معك. أهلا بحضرتك يا أخي لورنت. أهلا بك. الحقيقة في عندي سؤال مشان. عرش النعمة وكرسي المسيح. فضل. عرش النعمة هو الصلاة والتقرب للرب واخذ الخلوة مع الرب. أما كرسي المسيح. أنا كمسيحي متعمد وبروح بروح الكنيسة وبرجع من الكنيسة وبصلي. هل هذا يعدني أنا مسيحي وما عندي دينونة مثل ليس ليس من الدينون الآن الذين هم في المسيح. يعني أنا صرت مسيحي أكيد أه اسمي أو غير اسمي أنا مسيحي بروح الكنيسة كل يوم هل أعد أنا مسيحي أو مطلوب مني أشياء ثانية لأخذ الخلاص من المسيح وفي السؤال الثاني من الأخ الأسيس رافت بيقول أنه المؤمن مغسول بدم المسيح لكن قلبه غير نظيف طيب كيف الرب غسل شو رجليه غسل جسده ولا غسل فعل قلبه لأنه المغطى بدم المسيح ليس عليه دينونة أرى الدم فأعبر يعني ما دام غسل بدم المسيح ما راح يطلع على قلبه عطني قلبك أرى الدم فأعبر وقت وضع الدم على باب المصريين ما قال كم عدد الأخوة الموجودين في الداخل خلص هذا البيت مغطى بدم المسيح مشي مشي الهالك وما ما أهلك الموجودين ضمن البيت هذا إلى علاقة بموضوع الغسيل أم فعلا الرب يسوع راح يفتح القلوب أو أنه مغطى بالدم أنا ما دام الرب غطاني فخلص أنا مغطى بالدم والرب يباركك عندي سؤالين لك ما أعرفه اسمح الآن على التلفزيون الرب يباركك يا أخ عادل يستخدمك لمجد اسمه في كل مكان الرب يكون معك مع السلامة آه شكرا جزيلا يا أخ لورنت على هذا الاتصال والاخ لوراند سال سؤالين اجيب عليهم بسرعه ثم اعود الى المقاييس الالهيه لنوال المكافآت السماويه الاخ لوراند سال السؤال الاول هل كوني مسيحي وبروح الكنيسه هل هذا يكفي لاني اضمن ان في يوم من الايام ساقف امام كرسي المسيح لنوال المكافاه طبعا الحقيقه لا ليه لانه الفكرة مش اني ولدت مسيحي، يعني أنا شخصيًا ولدت من أبوين مسيحيين. بس أنا مسيحي مش لأني ولدت من أبوين مسيحيين. و عمدوني وأنا عمري أربعين يوم. لكن هذا لا يعني إطلاقًا أني صرت مسيحيًا. وفي نفس الوقت أنا كنت بأحضر حصة الدين المسيحي في المدرسة وبطبعي كنت مؤدب ومهذب وشاطر في المدرسة متفوق لكن هذا ايضا لا يضمن لي اني ابقى مسيحي حقيقي وفي نفس الوقت ممكن واحد تاني يولد في حظيره اخرى لكن العبره بقبولي لربنا يسوع المسيح مكتوب كده واما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا اي حق ان يكونوا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله الآية دي بتقدم لنا ثلاثة طرق خاطئة للولادة الثانية ثم تقدم الطريقة الرابعة الصحيحة الذين ولدوا ليس من دم مش بالوراثة مش بالوراثة مش لأني أنا أبوي مسيحيين صرت مسيحي ليس من دم مش بالوراثة اثنين ولا من مشيئة جسد مش بالشطارة مش بإرادات الذاتيه مش لما بقى عايز هعمل كده لا مش بالاراده الذاتيه مش كل واحد وشطرته لا ثلاثه ولا من مشيئه رجل يعني مش حد يقعد معايا ويصلي لاجلي ويعطيني بركه الخلاص لا دي دي لا تنتقل زي الحراره الحراره تنتقل بل... تنتقل باللمس او تنتقل بالتاثير لكن خلاص لا ينقل من شخص إلى شخص لأن كل واحد مسؤول عن نفسه علشان كده عندما نقرأ الكتاب المقدس نجد كلمة أحد تتكرر كثيرا العلاقة مع الله علاقة شخصية ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي الكتاب بيقول أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى وايات كثيره جدا 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 بتتكلم على كلمه احد اذن العلاقه مع الله علاقه شخصيه ده بالنسبه للاجابه على السؤال الاول انا لازم اجي واعترف اولا من هو المسيح دي نقطه مهمه جدا من هو المسيح مش انسان عادي فقط لا هو انسان كامل بس مش انسان فقط لكن هو الله الظاهر في الجسد هو الذي ظهر في الجسد حبل به في بطن القديسة المطابة العذراء مريم هو الذي تجسد تأنس صلب دفن قبر وقام هو ابن الله لازم تؤمن به تؤمن كمان بعمله أنه مات لأجل على الصليب وأن هذا الدم يطهر من كل خطية لابد أن يصاحب هذا الإيمان توبة يعني توبة رغبه شديده في تغيير الاتجاه توبه عايز اعيش بشكل مختلف بكره الخطيه وعايز اعيش للرب يا محب الرب ابغضوا الشر كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير اذا امتزج الايمان مع التوبه تتولد ولاده ثانيه كيف تتم الولاده الثانيه بالماء والروح الماء هو كلمه الله والروح طبعا الروح القدس ده بالنسبة للإجابة على السؤال الأول الإجابة على السؤال الثاني أرى في كلامك شيء من الاعتراض على الملاحظة اللي قالها جناب الأسيس رأفت اللي كان في بيقول فيها أنه المؤمنين مرات بيبقى قلبهم مش نقي أنا أتفق تماما مع ما قاله القس رأفت في أنه ممكن مؤمن يغسل بالدم لكن تظل آثار الطبيعة القديمة ساكنة فيه اثار الطبيعه القديمه ساكنه علشان كده بولس نفسه صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت بعد الانسان ما يؤمن لازم كمان يجاهد لازم زي ما سمعنا في الحلقه الماضيه كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء ولازم كمان بالروح يميت اعمال الجسد وبناء على هذا الجهاد هيبقى فيه اكلي اعتقد ان انا أجبت على السؤالين اللي حضرتك سألتهم يا أخي لورنت أعود الآن إلى المقاييس الإلهية لنوال الأكاليل السماوية المقياس الأول استخدام الوزنات المقياس الثاني الأمانة والتضحيات اتكلمت عن الأمانة أنك تبقى في المكان اللي عايزه ربنا اتنين في الوقت اللي عايزه ثلاثة تقول اللي هو عايزه بمعنى إيه بمعنى مرات تلقى يعني انت تعظ مجموعه المجموعه دي انت ترى فيهم اخطاء يعني ثياب معثره شرور بعض الامور التي لا تليق مشابهه لاهل العالم انت لازم كواعظ تقول لهم لا يحل لك بس هيكرهوني خلاص يكرهوني بس انا المفروض اكلمهم بالناعمات لا ربنا هيحاسبك قدام كرسي المسيح على الأمانة، يعني قول اللي ربنا عايزك تقوله. خلاص على كده؟ مش هيدعوني تاني، مش مهم. خدمتي تتقلص، تقل، تنكمش، تنكمش، مش مشكلة. لكن قدام كرسي المسيح الخدمة دي هتنور هتلمع أه سأكلل ليه؟ لان الله بيقول لي انت خدمت وقلت اللي انا عايز اقول تقوله كنت امين ما رحبوش بيك قطعوا راسك يا يوحنا المعمدان علشان قلت لا يحل لك برافو عليك انت كنت امين ده اللي هيحاسبنا على الرب الامانه مع الامانه التضحيات لازم تضحي لازم الخدمه يبقى فيها تضحيه لازم يبقى فيها بذل للعرق والدم لازم زي ما قال بولس انفق وانفق زي الشمعة اللي بتحترق خدمة هي أمانة جهاد وذرف دموع والمؤمن هو رسالة مصدرها الرب يسوع رب يساعدنا علشان نضحي نضحي بالمال نضحي بالجهد نضحي بالوقت ونقول للرب لأجلك كل تضحية تهون علشان كده لما نقف قدام كرسي المسيح الله يبحث على أولا استخدام الوزنات ثانيا الأمانة والتضحيات قبل ما أخذ النقطة رقم ثلاثة أخذ هذا الاتصال ألو 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 أيوة يا عادل أنا كاميليا من كاليفورنيا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك أنا بشكرك جدا على الموضوع ده فعلا كلنا محتاجين نسمعه كمؤمنين ومنتظرين سرعة مجيء الرب بس سؤالي لحضرتك هو انت ذكرت انه في اربع اكاليل. اكليل الحياه، اكليل البر، اكليل الفرح، واكليل المجد. عايزه اعرف ايه هو اكليل الفرح. امين. أم يعني فعلا هجاوب حضرتك يعني بعد دقائق معدودات هقول مين. انواع الاكاليل وهركز مخصوص علشان حضرتك على اكليل الفرح. شكرا كثير يا سعد امين كتر خيرك شكرا شكرا كتر خيرك ناخذ اتصال اخر الو الو ايوه ايوه اخ عادل دكتور عبير كاليفورنيا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره اتفضلي قد ايه اخ عادل انا عاجبني قوي عنوان الموضوع النهارده كرسي المسيح بين الامتياز والمسؤوليه قد ايه جميل جدا جدا آه وحلو ان احنا ما نبصش لناحيه الامتياز قبل ما ناخد بالنا كمان من المسؤوليه يعني لايك like عمله ذات وجهين اه في امتياز بس الناحيه الثانيه كمان آه في مسؤوليه قد ايه ده رائع جدا جدا آه حلو قوي كمان آه يعني انه الانسان هو بمحض ارادته وهو اثناء حياته على الارض بيحدد اذا هو فعلا هيقف قدام كرسي المسيح وينال اكاليل وده طبعا بيقوله شخص الرب يسوع كمخلص شخصي لحياته ويكون ليه العلاقه والعشره اللي بيها بيعرف يسمع صوت الرب ليه. فرحني قوي قوي كمان لما اتكلمت على عرش النعمه يا عادل إنه ده المكان لما لما بدخل اصلي او بغلق بابي بكون في عرش النعمه اللي فيه الرب بيقبلني على حساب نعمته قد ايه جميل جميل جدا جدا لننال رحمه ومعونه قد عرش النعمه ده حاجه جميله جدا اللي فيها بننال الرحمه وبناخد معونه في كل مره بندخل عرش النعمة بنطلع شخص تاني شخص تاني متغير شخص تاني شعر برحمة ربنا شخص نال معونة نال قوة دي حاجة جميلة قوي قوي وكمان حتى المصطلحات اللي قلتها عرش وكرسي وعرش العظيم احنا في مملكة يعني مصطلحات ملوكية مملكة المسيح حاجة, حاجة فعلا تفرح القلب حلو قوي كمان انه من ضمن المسؤوليه انه المقاييس اللي هي اللي الرب بيها بيشوف اعمالنا من ناحيه استخدام المواهب الامكانيات الوزنات هل احنا بنستخدمها لمجد الرب ولا لا الامانه والتضحيات انه انه اطيع انه نطيع صوت الرب لينا في الوقت اللي عاوزه ونقول اللي عاوزه الرب قد ايه جميل جدا يا اخ عادل آه انا مش اسمع باقي الموضوع وباقي المقاييس الرب يباركك والرب معاك ويستخدم آه ويستخدمك من مجد المجد يا رب امين امين شكرا لحضرتك على هذا الاتصال الرائع ربنا يباركك وبسرعه اقول المقاييس الالهيه لنوال المكافئات والاكاليل السماويه راينا اولا استخدام الوزنات لازم ما تمرش الوزنات لازم استخدمها اتنين الأمانة والتضحيات وتكلمنا عن الأمانة وتكلمنا عن التضحيات ثالثا الدوافع والنيات مهم جدا جدا أنا بخدم ليه 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 ده سؤال علامة استفهام كبيرة قوي ليه هل بخدم لأنه شغل ورك أكل عيش هل أنا بخدم لأني طامع في ربح قبيح هل أنا بخدم لاني ما لقيتش وظيفه ليه هل انا بخدم علشان ابحث عن الذات عشان القى نفسي هل انا بخدم زي ما كانوا بيخدموا ايام الرسول بولس في فيليبي بيخدموا عشان يضايقوه بيقول في قوم بيخدموا عن حسد وخصام يعني بيخدموا علشان يغيظوا الرسول بولس الرسول بولس قال بهذا انا افرح سواء بعله ام بحق بهذا ينادى بالانجيل وبهذا انا افرح. الرسول بولس فرحان لكن هم للاسف دوافعهم فيها عله. عله يعني مرض. عله يعني سبب. عله يعني دوافع غير نقيه. انا بخدم ليه؟ هل انا بخدم عشان في غيره وحسد؟ انا نفسي اسال ولا سيما في هنا في امريكا وكندا واستراليا واوروبا والدول اللي, اللي فيها سهل تفتح كنيسه بنشوف انقسامات كثيره في المجتمعات الكنسيه العربيه فواحد يقول انا هفتح اجتماع انا هعمل كنيسه انا نفسي اسال هذا الشخص ليه الدافع مع الانتشار الضخم للقنوات الفضائيه عندنا كم كبير جدا جدا من القنوات الفضائيه كبير. كتير قوي عشرات القنوات الفضائيه المسيحيه ربنا يبارك كل القنوات لكن مع كل واحد بيفتح قناه جديده انا نفسي اساله ليه؟ يعني انا مش معترض على انك تفتح بس السؤال ليه؟ ما هو الدافع؟ اذا الله لما يحاسبني قدام او المسيح لما اقف قدامه قدام كرسي المسيح هيقول لي وانت بتخدم ليه؟ يا عادل انت كنت بتقدم برنامج في قناه الطريق كنت بتسافر يوم الجمعه عده ساعات ذهابا وايابا آه ليه؟ ايه الدافع كنت بتعمل كده ليه وبناء على ليه هاخد المكافاه ال 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 الدافع ده هيدخل النار فافترض مثلا انا الدافع بتاعي مساحه كبيره كتله تشغل حيز من الفراغ دخلت النار لقيت شويه بتحترق ايه ده الحاجه اللي بتحترق الدوافع غير النقيه غير المقدسه اللي فيها ببحث عن ذاتي بدور على مجدي بدور على شهرتي بدور على الانا العليا لا في دوافع تانية ان انا عايز امجدك يا رب ان انا بطيعك انت اللي فتحت هذا الباب وان انا بقول اللي انت عايز تقوله وهدف حياتي ان ارضي ربي الله يبحث في داخلنا عن الدوافع والنيات وطبعا في هذا اليوم سينير الله خفايا الظلام امور كانت مخفيه ستظهر ويبين اراء القلوب كل حاجه من جوه هتبان علشان كده في ناس هتخجل في ناس هتخجل قدام كرسي المسيح ليه؟ الخدمات الكتيره بتاعتها تحترق طلعت الدوافع غير نقيه وطلعت الاهداف غير مقدسه يخجل وانا عايز اقول حاجه انه هيفضل خجلان الى الابد ده مش معناها يطرد من السماء مثلما طرد ادم من الجنه لا وده مش معناه انه هيهلك لا لكن هيفضل في الابديه بس خجلان ومفيش فرصه ابدا كاتب نوتس قدامي لا فرصه في الابديه لاصلاح الموقف مفيش فرصه تاني تخدم في الابديه خلاص اللي خدم خدم وانتهت القصه اذا مفيش فرصه تعمل ريستور مفيش فرصه تعمل اعاده اصلاح ليه لان طيب المريماتي فاته الاوان لكن مريم وحدها قد فازت بالنشان ليه مريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان لان مريم عرفت تختار التوقيت المناسب وتكسر قاروره الطيب قبل ما المسيح يموت على الصليب لكن المريمات الاخريات ذهبنا الى القبر بعد ان مات المسيح الوقت عدى فاته الاوان علشان كده اخدم الان اخدم الان الخدمه هي امانه جهاد وذرف دموع. استخدم الوزنات. اتنين كن امينا وركز على الامانه والتضحيات اخدم في المكان اللي عايزك فيه ربنا. لو انت راعي كنيسه في صعيد مصر وجات لك دعوه للخدمه في عاصمه من العواصم في القاهره الكبرى او الاسكندريه. ما تروحش على طول باحثا عن مستقبل افضل لاولادك. ابحث عن ربنا عايز ايه؟ قل السيد كده وأنت ماذا تريد أن أفعل يا رب ماذا تريد أن أفعل ثلاثة الدوافع والنيات قل له قدس هذه الدوافع يا رب أخيرا الغلبة والانتصارات الله يبحث عن حياة غالبة هيبحث عن شخص كان بيغلب بينتصر هو بيخدم بيتعرض لحروب وإغراءات وتجارب لكن بينتصر وبيخدم بيخدم يجي الشيطان يحاربه يقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكن بقوة يسوع غالب على الدوام يجي الشيطان يجمل في العالم أقول له جمل لي في العالم وزخرف وليا لكني عالم تمام مكرك مكر الحية علشان كده لما نوصل السماء الرب له كل المجد هيقول اللي هيغلب ده بقى أنا هقول له تعالى في رؤية ثلاثة واحد وعشرين اللي هيغلب هقول له تعالى اجلس في عرشي يا سلام سلام على الكلام الجميل في سفر الرؤية أصحاح ثلاثة الآية واحد وعشرين من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي بقى أنا مين علشان أجلس جنب المسيح في عرشه كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه يا سلام يا سلام على روعة الكلام في عرش المسيح وفي عرش الآب المسيح لما انتصر سواء في التجربة أو انتصر في الصليب الآب قال له تعالى تعالى يا ابن الحبيب اجلس معي في عرشي اقعد جنبي اجلس عن يميني في عرشي الابن هيعمل معانا كده يقول لي انا غلبت وجلست مع الاب في عرشه اللي هيغلب كمان من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه عزيز المشاهد الكريم أختم بسؤال الأخت كاميليا اللي اتصلت وقالت عن أنواع الأكاليل في أربع أنواع من الأكاليل طبعا في إكليل عام هياخدوه كل المؤمنين بمجرد وصولهم للسماء رؤية أربعة أربعة شاهد سهل أربعة أربعة من سفر الرؤية هذا الإكليل بعد ما ناخده هنطرحه ده اللي بنرنم عنه ونطرح أكليلنا أمامك في السماء ونقول ليس لنا ليس لنا الكل قد أعطيتنا ده الإكليل العام باعتبار ملك الذي أحبنا رؤية واحد وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا بما إني كاهن هجلس بما ان كاهن هلبس ثياب بيضاء وبما ان مالك هجلس على عرش واعطى اكليل الاكليل ده لان ملك امام مالك الملوك لازم يطرح دي الاكاليل اللي هتطرح الاكليل العام في اكليل لا يفنى في كورنثوس الاولى خمسة انا اظن انه ده طبيعه الاكليل انه اكليل لا يفنى كان بيتكلم بولس هنا عن المسابقات الرياضيه اللي اللي بيركضوا بياخدوا اكليل يفنى من الورد حتى لو كان ذهب اسمه الذهب الفاني ده اكليل يفنى اما الاكاليل الابديه اكليلا لا يفنى هنا انا مش بعتبره نوع مخصص من الاكاليل مش بعتبره نوع معين في ناس وما بيحسبوا الاكاليل بيحطوه مع انواع الاكاليل ويقولوا اكليل لا يفنى انا شخصيا لا اجد راحه في قلبي مطلقا باعتبار هذا النوع نوع خامس اكليلا لا يفنى لا ده بيتكلم عن طبيعه هذا الاكليل اما الاكاليل الاربعه هقولهم في الوقت الباقي من الحلقه الاكليل الاول اكليل الحياه عزيزي المشاهد الكريم ركز معايا عشان تعرف تقرر الان اذا كنت هتاخد هذا الاكليل ولا لا اكليل الحياه ياخدوه فئتين من البشر الفئه الاولى الشهداء الشهداء اللي ماتوا من اجل المسيح شهداء رؤيا اثنين عشره كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه اكليل الحياه ياخدوه الشهداء واحد يقول اول اكليل طار لان اكليل الحياه ياخدوه الشهداء عايز اقول لك عندك فرصه انك تبقى شهيد او انك تبقى من الفئه الثانيه ايه الفئه الثانيه اللي هم محتملوا التجربه اللي سمح لهم الرب بتجربه واحتملوها بصبر يعقوب واحد 12 طوبى للرجل طبعا الرجل او المراه طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى يعني تزكى؟ يعني نجح في الامتحان ينال إكليل الحياة سمح الرب الأب يفقد وحيده أو لرجل أن تبتر قدميه أو تقلع إحدى عينيه أو يفقد شريكة حياته في سن مبكر أو يتعرض لحادث يفقده ثروته بالكامل مثل أيوب وفي كل الأحوال دي صابر وشاكر ويقول للرب ربي رضيت أنا راضي ربي رضيت ما تريد فإنني راض وشاكر راض بما يرضيك ربي مخلصي راض وصابر يقول له تعالى تعالى بسرعة أنا هديلك إكليل الحياة لأنك راض وصابر فتاة تاخرت في الارتباط وموضوع ده كان بيضايقها شويه لكن واخده الموضوع من ايد الرب ان ده جزء من مشيئته وراضيه وصابره تجربه احتملتها بشكر تاخد اكليل الحياه زي الشهيد بالظبط اذا الشهداء ومحتمل التجربه ياخدوا اكليل الحياه لو انت مش من ضمن الشهداء اللي اللي رموا في الزيوت المغلية أو ألقيوا للأسود الجائعة أو نشروا لكن قدامك فرصة تحتمل التجربة اللي سمح الرب لك بها وفي الحالة دي تاخد إكليل الحياة نوع تاني من الأكاليل اسمه إكليل البر جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع عليه إكليل البر الكلام ده قاله الرسول بولس في تيموثاوس الثانية أربعة إيه إكليل البر؟ للأمناء والمجاهدين في الخدمة الشرط هنا أنه يبقى في جهاد جهدت الجهاد الحسن وكمان أكملت السعي عارف كلمة السعي يعني إيه؟ بالعربي المشوار بالإنجليزي كورس مشوار بالبلدي مقطوعية مقطوعية تخلص المقطوعية بتاعتك كلها تعمل إكمال للكورس بتاعك تجاهد وتكمل السعي تاخد اكليل البر لكن تسيب الميدان في منتصف الطريق لا تكمل الجهاد لا تنهي السعي ما تخلص المقطوعية بتاعتك ما تاخدش اكليل البر علشان كده جاهد الخدمة هي أمانة جهاد وزرف دموع استمر اصبر تشدد تقوى الكتاب قال كده مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب ده إكليل البر للجود للمجاهدين والأمناء في الخدمة في إكليل اللي سئلنا عنه إكليل الفرح إكليل الفرح موجود في تسالونيك الأولى 2-19 وموجود في فيليبي 4-1 يأخذوه رابح النفوس رابحي النفوس اللي بيربح نفوس للمسيح هياخد إكليل الفرح بولس بيقول للفلبين بيقول لهم كده يا سروري وبولس بيقول برضه للتسالونيكيين يا سروري وفرحي واكليلي انا ربحتكم للمسيح علشان كده من هو اكليلنا وفرحنا بيقول لهم انتوا اكليلنا في السماء انتوا السبب ان انا اخد اكليل انا باخد اكليل على على حسكم لاني ربحتكم اللي يربح نفس او نفوس ياخد اكليل الفرح مش لازم انت تبقى الشخص اللي العمل اللي سجل الهدف يعني مثلا هفترض دلوقتي انا في مؤتمر لمدارس الاحد وصليت مع فتى او طفل وقبل الرب مخلص شخص لحياته وانا اللي يبان ان انا ربحته للمسيح اه هاخد اكليل الفرح بس في ناس قبلي في ناس ساعدوا في اقامه المؤتمر في شخص بيشتغل في المطبخ في واحد بي بينيم الاولاد في حد بيلعبهم في سواق الباص الاتوبيس اللي اللي جابهم للمؤتمر كله ده اشترك زي مكعبات السكر هنجيب ميزان ونحط الصنجة كيلو ونحط اول مكعب من 100 مكعب ما تتحركش ما تطبش الكفة تاني مكعب تالت مكعب لغاية المكعب رقم 100 الشخص اللي بيحط المكعب رقم 100 الدنيا كلها بتسقف له والدنيا تقوم وما تقعدش وتقول هو ده اللي عمل كل العمل لأ ده هو زيه زي المكعب رقم واحد بس هو كان خطة الله ان هو يبقى رقم مية فاول ما يحط المكعب تطب الكفة فممكن يكون خدمتك المكعب رقم واحد محدش حاسس بيك ومنسي وممكن واحد تاني تكون مكعب بتاعك رقم مية والناس تهلل ليك وتبقى خدمتك في في الشهرة والواحد الاولاني في خدمته في الخفاء الاثنين هياخدوا اكليل الفرح بالتساوي لانهم خدموا وربحوا نفوس. اخيرا اكليل المجد اكليل المجد بطرس الرسول الاولى خمسه اربعه ياخذوه الرعاة الرعاة ومتى ظهر اكليل ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد اكليل المجد ياخذوا الراعي اللي في حر النهار يروح يزور شوف المرضى والمسنين واليتامى والارامل وذوي الاحتياجات يروح ينتظر ناس في المطار يشيل شنط ويخدم الرب ايه ده انت مش ممكن تقعد في مكتبك المكيف وخلاص لا ده ده راعي بيسأل ويتصل ممكن يكون راعي كنيسة وممكن يكون مدرس مدارس احد وممكن تكون اخت مسؤولة عن اجتماع السيدات او الشابات لكن بتسأل كل اللي بيخدم خدمة رعاية خدمة نقية تقية هياخد اكليل المجد عزيز المشاهد الكريم كل اللي سمعته ده ممكن ما يحصلش معاك وبدل ما تقف قدام كرسي المسيح تقف قدام العرش العظيم الابيض ليه ابيض عشان يكشف الاعمال السوداء وليه عظيم لانه جالس عليه عظيم السماء والارض هتهرب والاموات اسمع بقى المشكله الكبيره بقى للي ما سلمش حياته للرب الى الان يقول الكتاب في سفر الرؤيا صح 20 هذه الاقوال ثم رايت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء رعب دينونه الارض والسماء خايفه ولم يوجد لهما موضع ورايت الاموات صغارا وكبارا مش في السن في المقام الغفير زي الاجير زي المدير والسفير والوزير والامير كله زي بعض يقفوا واقفين أمام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم يقول الكتاب وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة اللي مش موجود اسمه في سفر الحياة هيحصل له ايه طرح في بحيرة النار اول ما يعترض الرب يفتح له كتاب مخصوص ليه اسمه أس... أس... سفر الأعمال بتاعه يفتحه له كده ويقول له في اليوم الفلاني في البلد الفلانية عملت كذا واليوم الفلاني في البلد الأخرى فعلت هذا تعرفوا الخاطي يقول له إيه؟ يقول له كفاية ما تكملش ما تفضحنيش ارميني في جهنم وما, وما تقولش يقول له لا أنا هكمل وهفضحك أصف قدام عينيك جميع خطاياك ثم يطرح الخاطي يا حسرة الخاطي الأثيم يا ويلة الخاطئ الأثيم عزيزي اهرب من الغضب الآتي أنا خايف تقف قدام العرش العظيم الأبيض طب تيجي تقبل الرب ويبقى عندك عرش النعمة وينتظرك الوقوف أمام كرسي المسيح لنوال الأكاليل في السماء أكاليل في السماء منتظراني وعيوني هتشوف اللي فداني وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من برنامج فكر المسيح الرب معكم في كتير طرق وسط الحياه